صالح التأمين الصحي. بعد ما ده كله حصل الضريبة اتفرضت بقرار معايا اهو، قرار بقانون، قرار جمهوري 12 لسنة 2015 وثلاث قرارين من وزير المالية بالتفاصيل التنفيذية، رقم قرار رقم 119 سنة 2015 موقع من هاني قلب دميان، يلي قرار 120 لسنة 2015 بيخصص الفلوس لصالح التأمين الصحي. دي قرارات محددة لم تنفذ، ده بالإضافة لسيل من المصلحات من السادة المسؤولين في مختلف مستوياتهم على الكلام على ان الضرايب المفروضة لدعم المنظومة الصحية ودعم التأمين الصحي والاستحقاقات الدستورية والتنمية المجتمعية والكلام كله كلام جميل جدا. اللي نفذ فيه الجزء اللي نفذ فيه هو الجزء الخاص بتحصيل الضرايب ماشي، اما تخصيصها للتأمين الصحي او حتى تخصيص نسبة من التأمين او الخدمة الصحية فلم يحدث. دي مفارقة اخرى ضخمة والحقيقة مفارقة مقلقة جدا، ان دلوقتي الواضح عند اي مراقب مدقق ان كل الكلام على الاستحقاقات الدستوريه للصحه بنتذكره فقط عند تحصيل اي فلوس. يعني الكلام ده برضو استخدم وقت رفع الدعم عن محروقات اتقال ان صالح الصحه والتعليم والتنفيذ الاستحقاقات الدستوريه، هل استفادت الصحه والتعليم منها؟ لا، فرق يعني فقط رفع الدعم وبالتالي يعني اتشال عدد من على العمل الدولة، ولكن الاموال دي لم تخصص للصحة والتعليم. هل احنا طمعانين يعني بنفتكر الكلام ده طمعا في ان اطفالنا يزيدوا؟ خلاص طبعا حق اطفالنا يزيدوا، دي حاجه لن نعتبرها، لان النهارده طبيب هتستقر في التامين الصحي اجمالي دخله حوالي 1000 جنيه اقل من حد الادنى للمشروع. الزياده اللي احنا عايزينها زي زملائنا المستفيدين من قانون 14 هيرفعوا ال 2000 جنيه، مش هيرفعوا ال 10000 جنيه ولا حاجه، هيرفعوا ال 2000 جنيه. ده الاجر اللي بيتم التقدير على الاطباء بيه، وكذلك التمريض وكذلك الفنيين وكذلك زملائنا. احنا كده مجموعه التامين الصحي ضاربين عرض الحائط بكل التصريحات الجميله، وضاربين عرض الحائط في الاستحقاقات الدستوريه، وضاربين عرض الحائط بقوانين وقرارات صادره. الوضع كده وضع سيء جدا. احنا بنوعى التامين الصحي ده حق لفريق العمل في التأمين الصحي وحق للمواطن، كلنا عارفين ان في تعارض في صرف ثلجي لان التأمين الصحي مش لاقي فلوس. يا جماعه ده حق التأمين الصحي فرضت من اجل هذا الحق ضرائب وخصصت بقرارات رسميه من السيد وزير الماليه، ده كلام مسؤول المسؤولين في الدوله ان يتفرض وبعد كده لا ينفذ. دي حاجه خطر جدا جدا جدا، لان كده الدوله لا تحترم ولا تعاملات الدستوريه ولا الكلام اللي صدر من تصريحات وقرارات، ده وضع سيء جدا. النقابه بتدعم حقوق جميع اعضائها وجميع الاعضاء من الاطباء وكل الفريق الطبي للحصول على حقوقه. غير مقبول ان يبقى في تمييز في الاجر بين الفئات اللي بتقوم بنفس العمل، وده حكم للمحكمه الدستوريه العليا في مصر، وده ضمن الطاقه الاتفاقيات الدوليه اللي موقعه عليها مصر. فازاي انا بدي طبيب كاتب ما 1000 جنيه مرتب في الشهر اقل مرتب عامل الاضافه، ادي زميله اللي بيشتغل في جهه اخرى بيقوم بنفس العمل 2000 جنيه في الشهر. ال 2000 جنيه برضه قليله، ما هياش كتيره، لكن احنا بنقول على الاقل خالص نوحد الاجور، نوحد الحد الادنى للاجور بين الفئات اللي بتقوم بنفس الشغل. طيب ده بيعود ايه على المجتمع؟ علشان ما حدش يقول لك دي قضيه فئويه خاصه بالاطباء فقط او الفريق الطبي فقط، لا في الحقيقه دلوقتي الدوله بتنادي بعمل مشروع تامين صحي شامل، يعني هنحتاج ان احنا نضم اعداد اضافيه من المواطنين الى منظومه التامين الصحي. ده هيتطلب ايه بالضروره؟ ان انا ازود اعداد العاملين اللي هيقدموا الخدمه من اطباء وتمريض وفنيين وخلافه. اذا كنت ما بديلوش الحد الادنى للاجور اللي بيكون عامل النظافه هيرضى يشتغل عندي؟ طبعا لا مش هيرضى. طب هو الواقع دلوقتي عندنا ايه؟ ان الفريق الطبي ابتدى يجبر العمل بالتامين الصحي ويسيب الشغل في التامين الصحي، مش لاقي ياكل، مش قادر يعيش.
بنطلب من سنتين هذا الامر والى الان مفيش استجابه نهائيه. ده كلام مش مقبول، مش قادر يعيش. فابتدى يسيب الشغل في التامين الصحي، ابتدت مستشفيات التامين الصحي تعاني فعليا دلوقتي من نقص الكوادر الطبيه والفريق الفني اللي شغال فيها. هنوصل لايه اذا استمر الوضع ده؟ هنوصل الى ان احنا نقفل مستشفيات التامين الصحي المستشفيات الثانيه. طب هل الحكومه عايزه كده؟ هل ده الغرض؟ يعني هل الغرض ان احنا نقفل التامين الصحي واشغل بقى كل المواطنين يروحوا يتعالجوا على نفقتهم لمصلحه مافيا القطاع الخاص؟ انا اربع بالحكومه ان يكون ده غرضها في الحقيقه. الى الان مفيش خطوات عمليه حقيقيه اتعملت، على الرغم من ان التمويل موجود. عشان ما حدش يقول نجيب لكم منين، المره دي بالذات التمويل موجود. الضرائب حصلت بالفعل من شهر 2 اللي فات لصالح التامين الصحي، ووزاره الماليه استولت عليها ولم توردها لهيئه التامين الصحي. احنا بنطلب التدخل الشخصي للسيد رئيس الجمهوريه لحل المشكله قبل ان تنفجر الاوضاع وتؤثر على الخدمه الطبيه المقدمه للمواطنين.